تروح ليها في الطابلات على العشاء. إلى ملف الخليفة. قال المحامي المؤسس في قضية الخليفة جمال بورفراد في اتصال هاتفي سابق مع تلفزيون النهار أن عبد المؤمن خليفة أودع طعن لدى المحكمة العليا حسب ما ورد في المادة 200 من قانون الإجراءات الجزائرية أو الجزائية، مشيرا إلى أن محاكمته ستتوقف إلى غاية تنظر المحكمة العليا في الطعنين المقدمين من طرفه، وبعدها يحال ملفه إلى الغرفة المختصة. الامور متوقفه عن قبول الطعن او رفضه من عدمه، ما نقدروش نسبقوا الاحداث، لان محاكمه عبد المؤمن الخليفه في صوره ما اذا اطعن وقيل لنا في هذه الصبيحه بانه اطعن بحقيقه الامر والواقع، وكنت في احدى مداخلاتي بالامس القريب مع تلفزه النهار كنت نبهت وقلت في صوره ما اذا استعمل حقه وهو مخول قانونا ومجسد كما اسلفت في احكام الماده 200 فالمحاكمة راح تتعطل إلى حين البت والنظر بشكل نهائي في القضية اللي تكون مطروحة على مستوى المحكمة العليا. ولكن من حيث الإجراءات لا مجال للتطرق إلى معطيات جديدة، لأن التريبينال تيني بار لا دو رونفوا، ما نقدروش نخرجوا على الإطار تاع قرار غرفة الاتهام، ما هو مجسد والشهود يبقوا شهود والمتهمين يبقوا متهمين، ما عدا الناس اللي بطبيعة الحال حكموا بشكل نهائي، وإنما ما دام القضية الأولى راهي لازالت بطبيعة الحال سريعة على قدم وساق وتأجلت القضية بالنسبة للمتهمين الآخرين، في أثناء المحاكمة تاع السيد عبد المؤمن خليفة راح يمثلوا كشهود، والعكس بالعكس، هو في صورة ما إذا selon les principes تاع لو ديبا كونتراديكتوار رايح يمثل كشاهد امام نفس المتهمين امام نفس الهيئه المختصه ويكون كشاهد امام المحاكمه اللي فيها قلي بجمال ومن معه. وفي ذات السياق قال المحامي والمؤسس في قضية الخليفة أن بداية محاكمة الخليفة حسب الإجراءات القانونية قد تستغرق مدة 8 أشهر أو أكثر، والسبب يعود إلى قرار المحكمة العليا، مؤكدا أن الشهود سيتم استدعاؤهم والمتهمين يبقون متهمين عدا الأشخاص الصادر في حقهم حكم نهائي. بعد تبليغه لقرار الإحالة المؤرخ في 3 جويلية 2006، بإمكانه بعد التبليغ أن يطعن فيه في غضون 8 أيام tout en respectant les délais légaux impartis par la loi، وفي صورة ما إذا تم هذا الإجراء وفقا لما هو مجسد في أحكام المادة 200 من قانون الإجراءات الجزائية، وبعد تنفيذ الأمر بالقبض الجسدي ضده وإفراغ الأمر بالقبض وتحويله إلى المؤسسة العقابية بالبليدة، فإذا طعن ضد هذا القرار فحين ذاك بطبيعة الحال رايح تتوقف المحاكمة. لماذا تتوقف المحاكمة؟ لابد أن تبت المحكمة العليا الغرفة الجنائية، لابد أن تبت وتنظر في الطعن المقدم من طرف السيد خليفة عبد المؤمن، وريتما تفصل في القضية يحال الملف مباشرة أمام الغرفة المختصة، وهذا هو إجراء جوهري، وتتعطل المحاكمة لأن الطعون على مستوى المحكمة العليا في إطار الطعن بالنقد ضد قرار تاع غرفة الاتهام يستغرق عادة 8 9 إلى 10 أشهر. ويعتبر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم تسليم الخليفة أمر مهم ويعيد للجزائر هيبتها، وما يهم الآن هو استرجاع أموال الشعب ومحاسبة المختلسين. أكثر تفاصيل في ميكروفون مصطفى توسي. تسليم عبد المؤمن الخليفة شيء مهم وشيء مهم، وهذا يعني في الحقيقة يؤكد بأنه لا يمكن لأي شخص يتهم بالاعتداء على أموال الجزائريين وعلى مقدرات الأمة أن يفلت من العدل، هذا شيء مهم، ولكن الأهم منه هو أن تسترد أموال الجزائريين التي نهبت. الأهم منه كذلك أن يظهر من كان وراء مؤمن خليفة، لأن عبد المؤمن خليفة ما كان له أن يفعل ذلك لو لم يكن مؤيدا من قوى كبيرة داخل.
وذهب ذات المتحدث الاعتبار أن تسلم الخليفة في هذا الظرف هو لعبة سياسية ولا علاقة بالانتخابات الرئاسية، وأنه يخدم أشخاصا محددين. تسليم الخليفة ويدخل ضمن اللعبة السياسية التي لها علاقة بالرئاسية وتتداخل فيها الأبعاد المحلية والأبعاد الدولية، هو ملف يراد به يعني مزيد من الضغط في قضية الوصول إلى تمرير الخيار الذي تتجه إليه مجموعة الرئاسة، كذلك له علاقة بأبعاد دولية. على المستوى الحزبي، أكد مندوبو الولايات والخلية المركزية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أنهم مقتنعون بأعضاء اللجنة الوطنية الذين تم تعيينهم، وطلب المندوبون من بن صالح بضرورة مواصلة المسيرة للمضي قدما بالحزب باعتباره القوة الثانية في البلاد. مزيد من التفاصيل في ميكروفون عادل زيدي. جد مقتنعين بالهيئة التي انتخبت، ونحن ندعم السيد عبد القادر بن صالح لمواصلة المسيرة، ونطالب بإعطاء فرصة أكثر لشباب التجمع الوطني الديمقراطي باش نشاركوا في التسيير وتكون عندنا مكانتنا داخل مؤسسات الحزب. إذا المؤتمر سمح بجعل ما مر به من صعوبات هي عملية من الماضي. المؤتمر صادق عن كل لوائحه الاقتصادية الاجتماعية السياسية، وانبثق عنه مجلس وطني اللي صادق عنه المؤتمر. صرح الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمر صعيداني من ولاية سيدي بلعباس أن هناك أطرافا لا تريد تعديل الدستور حتى لا يترشح عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف الرجل الأول في الأفلان بالقول: نحن متمسكون بهذا التعديل وسيعدل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية ربيع 2014. نفى علي بن نواري المترشح لرئاسية 2014 أن يكون ضالعا في قضايا فساد يكون قد قام بها أثناء توليه منصب وزير منتدب للخزينة في حكومة سيد أحمد غزالي سنة 1991، معتبرا الأمر تصفية حسابات ومحاولة لتشويه سمعته من طرف أشخاص فاسدين على حد تعبيره كان وراء سجنهم لتورطهم في رشاوى واختلاسات. هذا اللي يوجع لي قلبي، واش نجاوبك؟ نجاوبك يعني رحنا لو كان في حملة تاع نحاول كيفاش نبني نلقى. أنا نقول لك الأوساط اللي توجه لي هذا الاتهام، هذا وسمو الأوساط هذه، كنت مكافحة تاع الرشوة، دخلتهم الحبس، فهمت؟ معركة، كنت في معركة كبيرة ضدهم. اعتبر عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية أن مجلس الشورى هو من يقرر مشاركته أو مقاطعته في الرئاسيات المقبلة، وفي ذات الوقت أكد أن مبدأ المشاركة في هذه الاستحقاقات عند جبهة العدالة والتنمية أمر مستبعد. هشام شريف عاد بهذا التصريح. هذا اللقاء له دور تقديم الأفكار وإنضاج الأفكار والرؤى وبلورتها أكثر وتنويع فيها بشكل أكبر يعني، ثم تجمع هذه الأفكار والآراء وتقدم في تقرير لمجلس الشورى الوطني لما يجتمع في الأسابيع القادمة، والمجلس الشورى الوطني هو الذي يتخذ القرار، سواء قرار يعني مشاركة أو مقاطعة أو يعني أي قرار يتخذه. خلال المناقشات التي تمت اليوم موضوع المشاركة مبدئي مستبعد، لأن الشروط التي المطلوبة ولو بحدها الأدنى غير متوفرة. وفي ملف عبد المؤمن خليفة، عبر عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية عن أمله في أن تكون محاكمته محاكمة عادلة. طبعا أنا أتمنى أن تكون محاكمة عادلة، وأتمنى أيضا أن نرى وأن نسمع كل الأطراف التي شاركت في جريمة الخليفة، لأنه أما أن يختصر الموضوع وأن يعتصر في عبد المؤمن في شخص واحد ثم يذهب ويغطي ويتقع التعمي على كل الأطراف التي شاركت في الجريمة، فهذا لا يخدم البلد. شكلت زيارة الوزير الأول عبد الملك سلال لولايتي الطرف وجلمة محطة وضع خلالها سلال النقاط على الحروف تجاه محطة رئاسيات ربيع القادم. المزيد في سياق تقرير أحمد حفصي. خرج الوزير الأول عبد الملك سلال عن صمته إزاء عدة ملفات ثقيلة تصنع الحدث في الساحة السياسية الجزائرية عشية موعد رئاسيات 2014. عبد الملك سلال وأمام الحملات الممنهجة التي تشنها عدة أوساط ضده
على غرار المعارضة التي تشكك في المغزى من خرجاته الميدانية، اعتبر أن نزوله لثمانية وثلاثين ولاية في أقل من ثمانية أشهر هو السابق لدى نزلاء قصر الدكتور سعدان السابقين منذ الاستقلال. أنا أخواتي إخواني وكل واحد لازم يفهم باللي الزيارات اللي راه تقوم بها في الحكومة مع الوزير الأول، واليوم تقريبا وصلنا إلى 38 ولاية، ما نظنش واحد دارها من الاستقلال إلى يومنا هذا. سلال عاد ليؤكد مرة أخرى أنه ليس في حملة انتخابية مسبقة، لأن احنا تعهدنا أمام البرلمان وهذيك التعليمة كذلك من رئيس الجمهورية باش العمل تاعنا يكون جواري، لأن تعهدنا ومناش نعملو في حملة انتخابية، هذه باش الأمر يكون واضح. المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية الذي أصبح محط أنظار الجميع الذين يترقبون أي دور سيلعبه في المرحلة القادمة، وقبل أسابيع قليلة عن استدعاء الهيئة الناخبة لرئاسية الربيع القادم، أكد أن الجزائر مقبلة على محطة انتخابية هامة وفاصلة. التاريخ ما يعيدش نفسه، والتاريخ ما لازمش يعيد نفسه. عرفنا تراجيديا، عشنا تراجيديا، ولكن غير ممكن تعيد نفسها، لأن آنذاك تصبح مهزلة وإحنا مناش تاع مهزلة، مناش تاع مهزلة، مناش تاع مهزلة، وما كونوش تاع مهزلة، وكونوا على يقين أن الدولة تاعكم والحكومة تاعكم صاهرة هذا على هذا الشيء، ودارسين آفاق 2014 وأبعد. سلال الذي وصلت شعبيته مستويات قياسية وفي رسالة تحمل أكثر من دلالة، اعتبر أن صناع القرار بالجزائر درسوا جيدا آفاق 2014 ولن يسمحوا بتكرار ما أسماه بمهزلة التسعينيات. إن احنا ماشيين 2014